السلام عليكم أخواتي أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الدرس الرائع والمتميز جدا حول كيفية حل حسابات إيباي بعدما أن يكون حسابك قد وقع في حظر أو حظر من طرف إيباي. فأظن أن معظم الدروب شيبرز يعانون من إغلاق حساباتهم ويقومون بشراء دورات عديدة حول كيفية حساب شراء كيفية فتح حساب إيباي، ولكن المحاولة تكون فاشلة أو أغلب الطرق تقفل بعد أسبوع أو 10 أيام، لأن الألغوريتم الخاص بإيباي الكاسيني ألغوريتم هو نظام متقدم ومتطور جدا، يقوم بأكتواليزيشن دائما أو بميزاجور. في هذا الدرس سنتطرق إلى أحدث الطرق لكي تقوم بفتح عدة حسابات إيباي أو فتح حساب آخر بعدما أن تكون قد وقعت في الحظر من طرف إيباي. فكما نعلم العديد منا يقوم بتجربة عدة طرق، منها فتح حسابات أمريكية أو إنجليزية أو في كندا. فأنا في هذا الدرس أشرح لكم أحدث الطرق لكي تفتح حساب من بلدك بالإيباي الخاصة بك. أنا أسكن بالمغرب، فسأقوم بفتح حسابات في المغرب، وأيضا سأريكم كيفية فتح الحسابات في دول أخرى بدون أن تقومون بضيع وقتكم، لأن العديد من الطرق تقوم بتتبع جميع الخطوات، وبعد ذلك عندما تقوم بنشر المنتوج الأول يقومون بحظرك وتقول لماذا، فأنا قد تتبعت جميع الطرق. فبهذه الطريقة أو الطرق سأشرح لكم عدة طرق يمكنكم استخدام طريقة واحدة منها، ولكن من الأفضل أن تجمعوا كل الطرق وتستخدمونها لإنشاء حساب واحد. تتبعوا معي. أول شيء هو ما الذي سنقوم بفعله؟ سنقوم ب من الأفضل أن تقوموا بالعمل في حساب أو في كمبيوتر جديد. إذا لم يكن لكم كمبيوتر جديد فيمكنكم استخدام هاتف جديد، تأخذون هاتف جديد وتقومون بالذهاب إلى مقهى، وبعد ذلك إنشاء حساب باي بال وحساب إي باي بأسماء أحد أفراد عائلتك، وبعد ذلك تقوم بوضع منتوج محلي. يجب عليك أن تصور بالهاتف الخاص بك، تقوم بوضع منتوج يوجد بمنزلك مستعمل أو منتوج من الصناعة التقليدية، تقوم بوضعه في أسطور وتتسنى أن يأتي لك السسبنت، فستقوم باتصال بهم وخبرهم بأن لديك منتوجات تصنع منتوجات محلية وتريد إعادة بيعها، أو فقط لديك منتوجات بالمنزل وأنت لا تستخدمها وتريد إعادة بيعها. هذه هي الطريقة الأولى، أن يكون الحاسوب حاسوبا جديد أو هاتف جديد، وتقوم بالذهاب إلى مقهى وإنشاء حسابات جديدة. ولكن بعدما قبل أن تنشر أول ما تجب عليك إنشاء حساب باي بال إنشاء حساب إي باي، ستقوم بربط الحساب باي بال الخاص بك بفيرتشوال كارد. إذا لم تكن تعرف من أين تحصل عليها فضع لي في الكومنتر وسوف أعطيك من أين تشتري الفيرتشوال كارد. بعد ذلك في مدة 3 أيام يجب عليك البحث عن منتوجات وعمل سيرشين القليل على إي باي. لا تقوم بفتح حساب ووضع المنتوج من اليوم الأول. بعد 3 أيام من البحث يمكنك أيضا اشتراء منتوج ما، ولكن هذا حالة خاصة. فبعد 3 أيام تقوم بإنزال المنتوج خاص بك، المنتوج الأول. من الأفضل هناك الطريقة الأولى. الطريقة الأولى ما هي؟ وهي عفوا دقيقة، كما قلت الطريقة الأولى عندما تقوم بأخذ حاسوب جديد أو هاتف جديد بمعلومات وتقوم بفتح الحساب في المقهى،
أو من الـ الـ الريزو الخاص بالهاتف أو بالبطاقة بالشريحة الخاصة بك، وتقوم بفتح الإنترنت من الهاتف، من الأفضل أن تقوم وتفتح حساب في .fr.fr أو .es أو فرنسا أو إسبانيا أو كندا. فتفتح حساب في فرنسا أو إسبانيا أو كندا. بعدها عندما ستفتح لا تفتح في .com، بعدما ستفتح في .fr أو .com أو .كندا ستقوم، أو يمكنك فتح في بلد آخر من غير، لا تجنب .uk و .com. بعدما تقوم بفتح الحساب، بعد ذلك ستقوم بالتصفح لمدة 3 أيام، وستقوم بالدخول إلى .com بحسابك الذي قمت بفتحه في إسبانيا أو في فرنسا أو في كندا أو في بلد آخر. بعد ذلك يمكنك اختيار، هناك إيباي تدعم العديد من البلدان. بعد ذلك ستقوم بالذهاب إلى .com وستقوم بوضع المنتوج الخاص بك. لماذا؟ لأن عندما سيقومون بحظر حسابك ستتوجه وتتكلم مع دعم البلد الذي قمت بفتح الحساب عليه. ولكن لا تفتح الحساب إذا كنت ستفتحه في فرنسا، فقم بوضع العنوان الخاص بك في المغرب أو في الجزائر أو تونس أو ما كان البلد. لا تقوم بوضع مثلا .es إسبانيا وبعد وتقوم بوضع عنوان إسباني وزيب كود إسباني، لا، قم بوضع العنوان الخاص بك من بلدك والمعلومات الخاصة بك في بلدك في موقع الإسباني أو الفرنسي أو الكندي. بعدما تقوم بالتصفح خلال 3 أيام، ستقوم بالذهاب إلى .com ووضع المنتوج الأول الخاص بك. أنا أنصحكم أن يكون منتوج من الصناعة اليدوية أو شيء من الخشب أو أي شيء، أو من الطين، أو منتوج مستعمل. من الأفضل أن لا يكون براند، لن يكون ماركة تجارية، أن يكون شيء عادي، ساعة عادية أو شيء عندك في المنزل وتريد إعادة بيعه. فبعدما تقوم بوضعه وقم بوضع المنتوج إنه من بلدك، وبعدما يأتي السسبنت الأول ستقوم بالاتصال بهم، سيقومون بطرح الأسئلة العادية، من أين تحصل على من أين حصلت على منتوج، كيف ستقوم بإرساله، مدة الشحن وكل هذا. فمدة الشحن غالبا تكون بين 20 25 يوم، هذا ماذا ستقوم ب الذي هذا هو الذي ستقوم بإعداده في الليستنج الخاص بك. 20 25 يوم من بلدك، منتوج محلي، وستقوم بإعطائهم اسم شركة الشحن التي توجد ببلدك، فسيقومون بفتح الحساب الخاص بك. هذا ما يتعلق بفتح حساب من الاي بي الخاصة بك أو من البلد الخاصة بك بحساب بكمبيوتر جديد أو هاتف جديد. فأتمنى أن تكونوا استفدتوا. الآن سوف نتطرق إلى كيفية فتح حساب الحاسوب الخاص بك إذا لم تكن تتوفر على حاسوب ثاني. أولا ستقوم بتثبيت هذا البرنامج، فهو تكنيتيوم ماك أدريس تشانجر. هناك العديد من البرامج التي تقوم بتغيير الماك الأدريس الخاصة بك، يمكنك تغييرها بالطريقة اليدوية، ولكن بعض الأحيان لا تنجح هذه الطريقة. ستقوم بتثبيت هذا البرنامج وتقوم بتغيير الماك الأدريس الخاصة بك. يمكنك تغيير الماك أدريس الخاصة بالواي فاي، الماك أدريس الخاصة بالإنترنت، الخاصة بالبلوتوث، حتى الماك الأدريس الخاصة بالفي ام وار. وبعد هذا سأشرح لكم طريقة فتح حساب بالفي ام وار. ستقوم بالذهاب إلى هنا وستقوم باختيار random address هكذا، تقوم باختيار اي ادرس، وبعد ذلك change no، ستختار هذا الخيار. انا لقد قمت بتغييرها قبل ذلك. كيف ستعرفون الماك ادرس الخاصة بكم؟ ستذهبون الى ويندوز، ستكتبون cmd، سننتظر قليلا، بعد ذلك ستكتبون get mac
وننتظر. حسنا، هنا هذه هي الماك ادريس الخاصة بي التي قمت بتغييرها كما ترون هنا 02 اف بي 02 اف بي. فهنا ستكون الادريس الماك ادريس الاوريجينال الخاصه بكم. عندما تقوم بتغييرها قم بالتاكد بوضع جيت ماك، وسوف ترون اذا قامت بالتغيير، اذا قمتم بتغيير الماك ادريس. بعد ذلك يجب عليكم تغيير الدي ان اس. لماذا؟ لان عندما ستقومون ب عندما إذ كان حاسوبكم قد قام ب ب ب إذ قمتم بتوصيله على شبكة إي باي، فالدي إن إس الخاصة بشركة الاتصال الخاصة بكم تقوم بتخزين جميع المعلومات. فعندما يمكنك تغيير جميع المعلومات، ولكن إذ كان نفس الدي إن إس سيقوم بعمل دي إن إس ليكس وسيقوم بمعرفتك أو معرفة الحاسوب الخاص بك. فلهذا يجب عليكم الذهاب إلى هنا وتعملون تفتحون المكان الخاص بإعدادات الواي فاي، وسوف تذهبون إلى موديفي لي بارامتر دو لا كارت، إعدادات ال كيف تقال الكارت، موديفي للكارت الخاصة بالواي فاي. بعد ذلك ستقوم بالذهاب إلى الواي فاي الخاص شريحة الواي فاي، وتقوم باختيار بروبيتي على حسب لغة الجهاز الخاص بكم، وستقومون بالذهاب إلى IPv4 وتقومون بالضغط على موديفي، وهنا سيكون الاختيار هكذا. ستقومون هنا بوضع 8888 و8844، فهذا الدي ان اس الخاص بجوجل. فهو ايضا سيوفر لكم سرعة انترنت افضل. هذا كل شيء ما يخص تغيير الدي ان اس والماك ادريس. بعد ذلك يجب عليكم تثبيت برنامج سيسا كلينر، ساقوم بوضع لكم صورة. عفوا، هذا هو برنامج السكلينر، فيمكنكم تثبيته ايضا وعمل مسح تنظيف للجهاز الخاص بكم، للبراوسر، للجهاز، للديسك دور والريجستر. عليكم بتثبيت هذا البرنامج وعمل مسح لجميع للكمبيوتر الخاص بكم. بعد ذلك ستذهبون الى هنا وستقومون بوضع هذا الكوماند، ستقومون بالدخول الى هنا وإزالة هذه الملفات. بهذه الطريقة بعد ذلك ستقومون بالدخول وإنشاء يوزر جديد على حسابكم. فأنا أظن أن الجميع يعلم كيفية إنشاء حساب جديد. ستضغطون على هذا الاختيار فتح حساب جديد، ويمكنكم فتح العديد من الحسابات، ولكن أنا كما ترون لدي العديد من الحسابات. ستقوم باختيار فتح حساب جديد، تعطيه اسم وخاصية الأدمين وتقوم بإنشائه. أنا لا أنصحكم بأن تشتغلوا على عدة حسابات في وقت واحد على الحاسوب الخاص بكم. من الأفضل أن تشتغلوا بحساب واحد، وبعدما أن يقومون بحظرك تقوموا بعمل فورمات للجهاز الخاص بك، أو فقط عمل هذه الطريقة التي قمت بها، فهي تعطيك كما لو كان لديك حساب كمبيوتر جديد. طريقة أخرى هي عفوا
عفوا، بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ولكن تتبعوا معي، انا لا انصحكم بفتح حساب بهذه الطريقة، يجب عليكم تكميل جميع الخطوات. انا اعطيكم نصائح، هذه الطريقة ستنجح معكم، ولكن افضل ان تتبعوا معي حتى الاخير، وان تعملوا بالطريقة الاخيرة، فهي تشمل جميع هذه الطرق. بعد ان تقوموا بفتح يوزر جديد، ستقومون بتثبيت هذا البرنامج وهو الملتي لوجين. فهذا البرنامج أيضا يعطيك خاصية إذا كنت تمتلك حاسوب جديد من، ولكن يجب عليك أن هناك أناس من قبل بضعة أشهر أنا كنت أستعمل هذا البرنامج فقط، ولكن من الأحسن أن تقوم بعمل بتغيير الماك أدرس، تغيير الواي فاي الخاص بك. إذا كنت تستغل من المنزل، يجب عليك عمل هذه الخطوات والذهاب إلى المقهى، أو عمل أو أخذ الإنترنت من الهاتف الخاص بك، وتغيير الـ DNS، تغيير الماك أدريس، ومسح الحاسوب، وبعد ذلك تثبيت هذا البرنامج. فأنا أنا أفضله أفضل هذا البرنامج. يمكنكم تثبيت برنامج موزيلا بورتابل، هذا البرنامج فايرفوكس موزيلا بورتابل، ولكن من الأحسن أن تستخدم الملتي لوجينز، فهو يعطيك براوسر جديد، ويقوم بتغيير حتى ال نوع الحساب، نوع الحاسوب، نوع الحاسوب الخاص بك، ونوع إذا كنت تستغل على ويندوز، هذا الملتي لوجنز يقوم بعمل تغيير للويندوز، ويقوم بعمل فيشين، وسيقوم بإظهار لي بأنك تستعمل ماك أو تستعمل نوع من الحواسيب الأخرى، وأيضا يقوم بتغيير البروسر الخاص بك وجميع المعلومات، حتى الجيولوكيشن، وهي فإيباي تقوم بمعرفة المكان الخاص بك، المتواجد الخاص بك. فإذا قمت بطلق الاتصال بشبكة الإنترنت من مكان قريب من المنزل، فسيقومون بمعرفة أن أنت هذا الشخص. فهذا البرنامج يقوم بليك للجيولوكيشن، ويقوم بإبعادك عن المكان الذي أنت تشتغل منه حاليا ب 500 متر أو كيلومتر من منزلك، فلديه خاصيات عديدة، أنا سأشرح لكم كيفية الاشتغال فيه. فأولا ستقومون بالتسجيل فيه، وضع الإيميل الخاص بكم وكلمة سر، فكما ترون أنا لدي حسابين على هذا يعطيك 100 حساب مجاني. ماذا س... آه شيء آخر، الخاصيات الخاصة بهذا البرنامج، هذا البرنامج فيعطيك أيضا خاصية جمع الكوكيز. فكما نعلم لن تقوم بمسح الكوكيز ومسح الحاسوب الخاص بك كل مرة، فهذا البرنامج يقوم بعمل ميموريز للمعلومات الخاصة بك وجميع البحوث التي قمت بها على حسابك، فهو سيظهر لي إيباي أنك تشتغل بكمبيوتر واحد، وبفضله يمكنك استعمال عديد من الحسابات. أنا أستعمل حسابين، ولكن رغم أنني أستعمل هذا البرنامج، فهذا الحساب بدر فأنا أستعمله على هذا اليوزر. فعندما أريد الاشتغال على حساب اسماعيل، فأنا أذهب إلى يوزر جديد، وأقوم بتغيير الماك الأدرس. فأنا لدي 2 ماك أدرس، ماك أدرس لهذا الحساب، وماك أدرس أخرى لهذا الحساب ونيو أوزر أيضا. فلهذا الحساب لدي ماك أدرس ونيو أوزر، ولهذا الحساب آخر لدي ماك أدرس ونيو أوزر. بهذا وأيضا في الإعدادات سأقوم بشرح لكم الإعدادات. فالإعدادات لدي متصفح خاص بهذا، ومتصفح آخر خاص بهذا الأكونت.
ولكنني أنصحكم لأن أن عندما ستقومون بإنشاء الحساب الجديد فقط استعمل حساب واحد. فكما ترون هنا يمكن لك عمل إيديت للأوبراتيف سيستم، فهناك لينوكس ماكس وويندوز، يمكنك اختيار لينوكس أو ماكس. إذا كنت تستعمل ماك فاختر ويندوز، إن كنت تستخدم ويندوز استخدم قم باختيار ماك أو لينوكس. بعد ذلك هذا هو نوع البروسر، هو يخون لك الفرصة لاستعمال نوعين من البروسر الميميك أو ستيل فوكس، قم باختيار واحد فيهما. وأيضا إذا لم تكن ترغب بالعمل على الملتي لوجيس يمكنك تثبيت الموزيلا فايرفوكس بورتابل والعمل به. هنا ضع هذه الخيارات كما هي، فهذا هو سيقوم بعمل تغيير للساعة الخاص بك والويب ار تي سي، فهذا يقوم بتتبع الاي بي لوكال الخاصة الداخلية ليس الخارجية. وبهذه الطريقة ايضا يمكن اي بي يمكنها معرفتك، فهذا يقوم بالترد للاي بي لوكال الخاصة بك، فيمكنك تغيير الاي بي الخارجية ولكن ليس الداخلية، فهو يقوم بتغييرها. والجيولوكيشن ايضا يقوم بتغييرها. فهذا كل شيء بالنسبة لهذا البرنامج. فأنا الآن شرحت كيفية تغيير الـ DNS وتغيير الماك أدريس، تنظيف الحاسوب، فتح النيو أوزر، وتثبيت الملتي لوجين. ولكن لا تقم بالاتصال بالشبكة الخاص بك، قم بالذهاب إلى مقهى أو قم بطرق الإنترنت من الهاتف الخاص بك. بعد كل هذا، هذا كل شيء إذا كان حاسوبك قد قمت بالاشتغال به من قبل، ولكن لا أنصحك بالعمل بهذه الطريقة. ما هي الطريقة الصحيحة؟ ستقوم بعمل جميع هذه الخطوات، ولكن ليس من لن تقوم باستخدام الديسك دور الخاص بك. وكيف؟ أولا يجب عليك تثبيت برنامج VMware، هذا البرنامج. هنا ستقوم بتثبيت هذا البرنامج، وستقوم بالبحث عن ويندوز 7 او ويندوز 10، او ستقوم انا لدي ويندوز اكس بي، او ستقوم بوضع لينوكس او ويفي سلاكس او تايلز. انا انصحكم بالتايلز فانا استخدمته من قبل، وتثبيته على ال في ام وار. فعندما ستقوم بعمل جميع هذه الخطوات وتغيير الماك أدرس الخاصة بالفيموار وتغيير كل شيء على الحاسوب الخاص بك وعمل نيو أوزر، وكل هذه الخطوات ستقوم بتثبيت التايلز وهو نظام لينكس، فهو نظام جميل جدا، وستقوم بإطلاقه على الفيموار و استعمال التايلز داخل الفي ام وار داخل النيو اوزر. وهذه هي طريقة جميلة جدا، يمكنك استخدام الملتي لوجنز او الفي ام وار. اذا لم تكن تريد باستعمال الفي ام وار فهناك طريقة اخرى. ما هي هذه الطريقة؟ انا ايضا استعمل هذه الطريقة. اولا يجب عليكم تثبيت داونلود، عمل داونلود للويندوز او تايلز او اي مكان، اي اوبراتين سيستم ويندوز او ويفي سلاكس او تايلز، نظام تشغيل يجب عليكم تثبيته. بعد ذلك يجب عليكم تثبيت برنامج فكما قلت ستقومون بعمل داونلود للويندوز، ويندوز 7 او ويندوز اكس بي او تايلز، انا لدي العديد من نظامات التشغيل. فبعد ذلك ستقومون بتثبيت واحد من هذه البرامج، اليونيت بوتين او اليومي او الروفوس، فانا لدي هذه الثلاث برامج يمكنكم استخدام واحد فيهم. وستقومون بالبحث او اشتراء فلاشات يو اس بي ب8 جيجا او على الاقل 4 جيجا، وستقومون بوضعها في الحاسوب،
ثم بعد ذلك عمل داونلود للويندوز او لينكس او كما ترى هنا العديد من نظامات التشغيل على اين. فكمثال انا اريد تثبيت اللينكس، تقومون بداونلود لللينكس مينت وعمل اشتراء فلاشة وضعها في الحاسوب والبحث على صورة اللينكس من هنا، ثم بعد ذلك تقوم باختيار الفلاشة من هنا وعمل اوكي. هذا البرنامج او الروفوس فهو يعمل بنفس الطريقة، او اليومي ايضا يعمل بنفس الطريقة، فسيقوم بتثبيت نظام التشغيل على الفلاشة، وهذا سيعطيك خاصية استخدام حاسوب جديد. فالفلاشة تمكن فهي فهو حاسوب جديد بديسك دور جديد وبمعلومات جديدة ونمبر سري جديد وكل شيء جديد. يمكنك عمل هذه الطريقة. أنا أفضل أن إذا لم تكونوا بروفيشنال في اللينكس أن تقوموا بتثبيت فقط ويندوز 7 أو إكس بي أو ويندوز 10، تقومون بتثبيتها. إذا كنتم تريدون العمل باللينكس أو برنامج نظام تشغيل عادي آخر، فيمكنكم تثبيته بهذه الثلاث برامج. ولكن إذا كنتم تريدون تثبيت ويندوز فعليكم باستخدام برنامج إتشر، فهذا البرنامج الذي يقوم بتثبيت الويندوز على الفلاشة بالطريقة الصحيحة وبدون مشاكل. فستقومون بداونلود للإتشر، تقومون هنا باختيار نوع الويندوز، الإيماج الخاصة بالويندوز خاصة بكم، ثم الدرايف، وستقومون بفلاش أو بتثبيته. فأنا أنصحكم بتثبيت بعمل العمل على الفيموار أو العمل على الفلاشة، تثبيت الويندوز على الفلاشة، بعد ذلك ستقومون بإطفاء الحاسوب، ثم عندما ستقومون بإعادة تشغيله ستضغطون على F1 أو F10 على حسب الموديل الخاص بالحاسوب الخاص بكم، ثم اختيار إشعال الحاسوب من عن طريق الفلاشة ليس عن طريق الديسك دير. وعندما تقومون بتشغيل الفلاشة تقومون بتثبيت برنامج الملتي لوجينز، تغيير الدي ان اس، تغيير الماك ادريس، وكل الخطوات التي قمت بشرحها من قبل ستقومون بفعلها في الفلاشة. وبعد بهذه الطريقة يمكنك إنشاء حسابات عديدة، عمل نيو يوزر، وكل يوزر بالأكونت الخاص به. ولكن في الأول فقط اعملوا على حساب واحد حتى تعمل معكم الطريقة، وبعد ذلك يمكنكم فتح حسابات عديدة والعمل بها بهذه الطريقة. فهذه هي أحدث الطرق الذي الناس المتقدمون في المجال يستعملونها. فأنا شرحت لكم جميع الطرق، يمكنكم فقط العمل بطريقة واحدة بالVMR أو بالملتي لوجينز أو بالفلاشة أو بهاتف جديد أو حاسوب جديد. ولكن إذا قمتم بربط جميع هذه الطرق واستخدامها جميعا فالأمر سينفع معكم 100%. ولكن احذروا، يجب عليكم التقاط صور بالهاتف الخاص بكم ووضع منتوج محلي وضبط إعدادات السياسة وإعدادات الشحن. ويجب إذا لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية فقم بطلب صديق خاص بك بالاتصال بهم، فالمكالمة الأولى هي كل شيء. يجب أن تتكلم مع إيباي بطريقة جيدة ولا تخاف من فريق الدعم، فهم أناس عاديين. إذ قمت فإذ قاموا بمعرفة أنك لا تحسن التكلم أو لا تعرف أن تتكلم معهم، فسيقومون بحضر حساب خاص بك ولن يقومون بإرجائها مهما أن إذ قمت بتطبيق هذه المعلومات. فطريقة التكلم مع فريق الدعم فهي مهمة جدا، يجب عليكم بالتكلم بشكل جيد أو الذهاب إلى موقع فايفر ذهب إلى موقع فايفر والبحث على، سأريكم موقع فايفر دقيقة، والبحث على شخص
يقوم ب بمكالمة إيباي لإزالة السسبند بمقابل $5، فيمكنكم البحث عليه و طلب منه أن يقوم بإزالة لكم السسبند، وهذا أفضل من إذا كنتم لا تجيدون اللغة الإنجليزية أو شيء بهذا القبيل. فأظن أن هذا هو كل شيء. الآن سوف أريكم كيفية فتح حسابات، ليس في هذا الدرس لكي لا أطيل عليكم، سأريكم في الدرس القادم كيفية فتح الحسابات في بلدان أخرى، في فرنسا أو في فرنسا إسبانيا أو كندا أو يوكي بطريقة أخرى. هذه الطريقة هي من الإي بي الخاصة بكم، وأنا أنصحكم بالإي بي الخاصة بكم. ولكن إذا كنتم تريدون بفتحها في بلدان أخرى فسأريكم في الدرس القادم. وشيء آخر لم أقم بالإشارة إليه، لماذا قلت لكم في السابق أن تفتحوا الحساب الخاص بكم في موقع في إسبانيا أو في فرنسا، ولكن بالإي بي خاصة بكم، المعلومات الخاصة بكم، وبعد ذلك وضعها في وضع المنتوج الأول في البوان كوم؟ لماذا؟ لأن عندما ستقومون بفتح الحساب في بوان اف ار أو بوان او اس أو بوان كندا سوف يعطيكم 100 في الليميت، ستقومون بالبدء بحساب به 100 في الليميت. ولكن إذا قمتم بالذهاب إلى بوان كوم من الأول ووضع المنتوج الأول في بوان كوم والحساب في بوان كوم سيعطونك 10 في الليميت. وإذا كنت تريد البيع بيع منتوجات ديجيتال فهذا غير كافي، فمن الأحسن أن تقوم بالتتبع جميع الخطوات، وستقومون ب ست... سيكون لديكم حساب به 100% كأول شيء. يمكنكم بيع منتوج أو منتوجين ليس محليا، ستقوم بوضع المنتوج المحلي كأول شيء. بعدما تقوم بتجاوز السسبند يمكنكم وضع منتوج من الصين أو من أمازون، من علي إكسبرس أو أمازون، بيع قطعة أو قطعتين، وبعد ذلك الاتصال بهم وسيقومون برفع الليميت الخاص بك إلى 1000 أو 300. وبعد 3 أسابيع أو 15 يوم أو شهر يمكنك البدء بالعمل في الديجيتال وتحقيق $1000. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.